مرحبا أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في الدرس 37. كلمة اليوم also. من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. Get ready, write all the phrases. So you need a notebook, a pencil, just 2 minutes, and say after me 5 times aloudly. أما الآن اضغط على زر إعجاب لهذا الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس الجديدة والدروس السابقة بإمكانك الحصول عليها أسفل هذا الفيديو في الرابط، وأيضا في الأعلى هنا سوف يظهر لك رابط اضغط عليه لمشاهدة جميع الدروس بالتسلسل. التكرار أم المهارات، لذا من الضروري تكرار هذا الدرس عدة مرات حتى تتقن هذا الدرس بشكل جيد وتحفظ جميع العبارات. كلمة also لديها معاني إثناء أيضا أو كذلك. also المثال الأول، they have tea and also cakes. لديهم الشاي والكعك أيضا. they have tea and also cakes. المثال الثاني، we have three and they also have three. نحن لدينا ثلاثة وهم لديهم ثلاثة أيضا. We have three and they also have three. المثال الثالث، they are not only our neighbors. هم ليسوا فقط جيراننا، but also our friends. ولكن أصدقائنا أيضا. They are not only our neighbors. neighbors جيراننا، but also our friends. ولكن أصدقائنا أيضا. مرادفات كلمة also: as well كذلك، as well، likewise بطريقة مماثلة، furthermore علاوة على ذلك، in addition كما مر علينا سابقا في إحدى الدروس السابقة، in addition بالإضافة إلى. الآن حاول أن كتابة جملة تستخدم فيها هذه الكلمة، كلمة also. اكتب جملة مستخدمة فيها كلمة also، وأيضا إذا كتبت جملتين أو ثلاثة يكون أفضل كلمة also، استخدم فيها كلمة also. بإمكانك مشاركتنا الجمل أسفل هذا الفيديو بالتعليق أو عبر صفحاتنا على الفيسبوك. بإمكانك إرسال الكلمة التي كونتها باستخدام كلمة also. أما الآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، انتظرونا في الدرس القادم إن شاء الله، الدرس 38. شكرا لكم واستمروا بالمثابرة، إلى اللقاء.